بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما مر بيانه من أول الرسالة إلى هذا الموضع، ذكر في هذا الفصل طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال. فقال رحمه الله: ومن أصولهم أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وما كان عليه الخلفاء الراشدون. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنهم يتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآثار ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، تسمى بالآثار. والآثار تسمى بالسنة، وهي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآثار، آثار الرسول، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو هذا، الآثار بمعنى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، سواء كانت من باب القول أو من باب الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو من باب تقريره صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا فعلوا فعلا أقرهم عليه. هذا هو النوع الأول من الآثار، الآثار المروية. النوع الثاني من الآثار المواضع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها من باب التشريع للأمة، المواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها من باب التشريع للأمة، مثل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فهذه مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها للصلاة والعبادة فيها تشريعا للأمة إلى أن تقوم الساعة. فهذه آثار يشرع قصدها الصلاة فيها، تعبد فيها
لأنها آثار مباركة. النوع الثالث الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، هذا داخل في القسم الثاني، داخل في القسم الثاني، يعني الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قصدها للتعبد فيها من أجل التشريع، كما ذكرنا المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيه في موضع يصلي فيه عتبان بعد ذلك، فهذا يشرع الصلاة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التشريع في صلاته فيه، فإذا جاء أحد وصلى فيه فإن له مزية على غيره. هذا القسم الثاني. القسم الثالث المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نام فيها أو أكل أو شرب أو صلى فيها لكن لم يقصد بذلك التشريع للأمة، وإنما فعل ذلك من باب الحاجة أو العادة، المواضع التي نزل فيها في سفره نجل الحاجة أو حضرته الصلاة وصلى فيها، فهذه المواضع لا يجوز قصدها ولا التردد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته ذلك، ومن قصدها يريد العبادة فإنه يكون مبتدعا. ولذلك وذلك مثل غار حراء، مثل غار حراء الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإنه بعد البعثة لم يكن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم أبدا، فلا يجوز قصده والصعود إليه طلبا للأجر والثواب، بل الذي يفعل ذلك يكون آثما وتاعبا بلا فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا اليوم. كذلك في غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة حتى ينقطع الطلب من المشركين، اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الذي ذكره الله في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا غار ثور في جنوب مكة، وغار حراء في شرق مكة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها بعد ذلك ولا يتردد عليها، فالذي يذهب إلى هذه الأماكن يكون مبتدعا. وكذلك المواضع التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم في أسفاره أو حضرته الصلاة وصلى فيها، هذه لا تقصد، ومن قصدها فإنه يكون مبتدعا. ولهذا لما كان بعض الناس يترددون على الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن إذ يبايعونك تحت الشجرة، لما رأى عمر رضي الله عنه أناسا يترددون على هذه الشجرة أمر بقطعها فقطعت خشية أن يفتتن الناس فيها. ولذلك أنكر أكابر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر حرصه على هذه الأماكن من باب حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الاقتداء بالرسول، لكن هذا غير مشروع، أنكروا عليه هذا الفعل، وأول من أنكر عليه أبوه الذي قطع الشجرة الخليفة الراشد رضي الله عنه، فلا يجوز لأحد أن يتردد على هذه الأماكن بحجة أن الرسول جلس فيها أو نام فيها أو نزل فيها أو صلى فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في كثير من المواضع في أسفاره صلى فيها وجلس فيها، وما كان الصحابة يتابعونها ويترددون عليها، فهذا من أعظم البدع. وما هلكت الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما هلكت إلا بسبب تتبعها لآثار أنبيائها، يعني الآثار الموضعية الأرض. القسم الرابع
من آثاره صلى الله عليه وسلم من فصل من جسده الشريف، من فصل من جسده الشريف من العرق أو الشعر أو الريق أو الثياب التي يلبسها، فهذه يتبرك بها ويستشفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع شعر رأسه إذا حلق يوزعه على أصحابه، وكان إذا توضأ يكادون يقتتلون على وضوءه صلى الله عليه وسلم المتساقط من أعضائه، فهذه منفصلة من جسده وفيها بركة، لأن جسده صلى الله عليه وسلم مبارك وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة، هم أفضل الأمة ومع هذا لا يتبرك بأجسامهم ولا بعرقهم ولا لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم، إلا ما يروى أنه بقي شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة، لكن لا تستمر دائما وأبدا، تفنى وتنقطع. أما يدعى الآن إن هناك شعر من شعراته أو كذا، هذا كله من باب الكذب ليس له أصل، انتهى لأنها تفنى، إن وجدت بعد موته صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة فإنها تفنى كغيرها. القسم الخامس مما ينسب إليه من الآثار قبره صلى الله عليه وسلم أو حجرته الشريفة أو ما يسمى بدار المولد في مكة التي يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها، هذه لو ثبت أن الرسول ولد فيها فإنه لا يجوز الاعتقاد بها ولا التردد عليها ولا قصدها ولا التعبد فيها، ولا يجوز التمسح بحجرته صلى الله عليه وسلم ولا التبرك بها أو العكوف عند قبره صلى الله عليه وسلم أو الدعاء عند قبره، وإنما المشروع السلام عليه فقط كغيره من الأموات، فهذه آثار لا يجوز الاعتقاد بها أو التردد عليها أو التبرك بها أو التمسح بها، وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته فكيف بقبر غيره؟ لا يجوز التبرك بقبور الأنبياء ولا المقامات، ومن باب أولى قبور الصالحين والأولياء والذين يزعم أنهم أولياء، لو ثبت أنهم أولياء فلا يجوز التبرك بقبورهم والعكوف عندها، وأشد من ذلك الاستغاثة بالأموات طلب الحاجات منهم، هذا شرك أكبر إذا كان هذا لا يجوز في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لا يجوز التمسح ولا الطواف إلا بالكعبة المشرفة، ليس هناك بيت على وجه الأرض أو بنية على وجه الأرض يشرع استلام ركنها كالحجر الأسود والركن اليماني إلا الكعبة، والطواف بها، طواف بالكعبة عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا يطاف إلا بالكعبة على أي بنية في الأرض، ولا يتبرك حتى الكعبة ما يتبرك بها، وإنما المشروع استقبالها في الصلاة والطواف بها واستلام الأركان التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمها، وهي الحجر الأسود والركن اليماني، أما التبرك بها والتعلق بالكعبة هذا غير مشروع، تمسح بأركانها غير الركنين اليمانيين هذا لا يجوز، بدعة. إذن هذا النوع الخامس وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء أو من الصالحين أو الأولياء من القبور والبنيات والبنايات والمقامات المنسوبة إليهم،
كل هذا من وسائل الشرك والبدع المحدثة، فلا يجوز قصدها بحجة أنها آثار أنبياء أو آثار رجال صالحين أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور أو يتخذونها مساجد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون على القبر تجتمعون حوله، هذا هو عيد مكاني، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. هؤلاء شرار الناس، وكذلك الذين يترددون على القبور لطلب البركة، طلب الحاجات، ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، هذه عبادة لغير الله عز وجل. إذن هذا مجمل ما يقال في الآثار بمناسبة قول الشيخ رحمه الله ويتمسكون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الآثار المروية، يقصد الآثار المروية وهي السنة المطهرة. لكن لما كان كلمة الآثار صار فيها إجمال فلا بد من هذا التفصيل، وإلا فالسلف ما يقصدون بالآثار إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الخلف بعض المخرفين صاروا يقصدون بالآثار معنى غير المعنى الذي قصده أهل العلم، فلذلك اقتضى البيان الموجز عن هذا الأمر. نعم هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون أولا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقدمون عليه غيره، فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدلوا عنه إلى غيره كائنا من كان، لا قول فلان ولا قول علان. ثم بعد السنة ما كان عليه السابقون الأولون، يتمسك أهل السنة والجماعة بما كان عليه السابقون يعني إلى الإسلام الأولون، وهم المهاجرون، المراد بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، تركوا ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والأنصار أهل المدينة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وأصحابه، فتحوا لهم بلادهم وقلوبهم واستقبلوهم وواسوهم، الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة دار الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة والجماعة يتمسكون بما كان عليه هؤلاء السابقون الأولون، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن المهاجرين والأنصار ورضي عن من اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم. فمن أراد أن يرضى الله عنه فليتبع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت الآية الكريمة على أن اتباع المهاجرين والأنصار أنه من دين الله عز وجل، وأن الله يرضى عمن فعل ذلك ويرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقدمون على المهاجرين والأنصار يقدمون الخلفاء الراشدين
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين من بعد، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأوصى بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، ثم بسنة خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أربعة خلفاء، ومدتهم 30 سنة. مدة الخلفاء الراشدين 30 سنة. فبعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأمر به. فمن اتبع سنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك يتمسكون بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيتبعون الخلفاء الراشدين خصوصا، ويتبعون الخلفاء الراشدين، فيتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عموما، ويتبعون ما كان عليه الخلفاء الراشدون خصوصا. نعم. اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا على الترتيب: أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنة الخلفاء الراشدين. إذا لم يوجد دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين، أما إذا وجد دليل من السنة فلا يعدل عنه لقول أحد، لا من الخلفاء ولا غيرهم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف مع غيره في المتعة، يعني في العمرة، تمتع بالعمرة إلى الحج، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، وابن عباس يرى ذلك، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فدل على أن سنة الرسول لا يقدم عليها شيء، بل هي المقدمة والحاكمة. فإذا لم يوجد دليل من السنة يؤخذ بهدي الخلفاء الراشدين، فإذا لم يوجد دليل من سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة لهم ميزة على غيرهم في العلم والفضل والحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهود الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم ميزة على غيرهم، فيؤخذ بقولهم رضي الله عنهم، لأن قولهم دليل على الكتاب والسنة، ما ذهبوا إليه وقالوه فهو دليل على الكتاب والسنة، كما أن سنة الخلفاء الراشدين دليل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. أهل السنة والجماعة يعلمون ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال سبحانه: ومن أحسن من الله حديثا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأصدق الكلام وأحسن الكلام هو كلام الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدي الطريقة، الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي جميع أموره، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، طريقته ومنهجه الذي يسير عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في خطب، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كان صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في كل خطبة تنبيها على هذا الأمر العظيم. فلا أحسن من كلام الله عز وجل، ثم بعد كلام الله لا أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، ولا يتكلم إلا بوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها، فكلمة الله جل وعلا تامة صدقا في أخبارها وما تقصه، وعدلا في أحكامها بين الناس. نعم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا ينزل الكلام السابق في أول الفصل على هذا، أن الاستدلال عند أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب، يبدأون بالقرآن كلام الله عز وجل ما وجدوا فيه دليلا لا يعدلون عنه إلى غيره، ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله وسنته تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، لأن الله وكل إلى نبيه بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن وتفسير للقرآن، توضيح للقرآن، فتأتي في المرتبة الثانية. فإذا وجدوا في كتاب الله دليلاً لم يعدلوا عنه، ثم بعد القرآن السنة، إذا وجدوا في السنة دليلاً لا يعدلون عنه إلى غيره، فيقدمون كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا لم يجدوا في القرآن ولا في السنة يأخذون بهدي الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك يأخذون بما كان عليه عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، لا يستدلون بأقوال الناس وآراء الناس ولا بقواعد المنطق أو علم الكلام أو يعتمدون على عقولهم، هذا ليس من شأن المؤمنين، إنما المؤمنون هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسواء كان هذا في الاعتقاد أو في العمل. نعم. ويظهرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون مهما كان، حتى ولو كان من الخلفاء الراشدين، فإنهم يقدمون كلام الله وكلام رسول، كما سمعتم عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة لتمسكهم
بالكتاب والسنة وعملهم بالكتاب والسنة واقتصارهم على هذين الأصلين العظيمين، وأنهم لا يلتفتون إلى غيرهما من كلام الناس، فلذلك سموا بأهل الكتاب وأهل السنة بملازمتهم لذلك، أهل الكتاب وهو القرآن وأهل السنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بها وأهلها، بخلاف الذين يعتمدون على الآراء والأفكار والمناهج البشرية من الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة ومرجئة وغير ذلك من فرق، والقدرية وغير ذلك من فرق الضلال، فإنهم لا يعتمدون في آرائهم ومذاهبهم ومناهجهم على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على أقوال أئمتهم ومتبوعيهم، ويعتمدون على أفكارهم وعقولهم. نعم. وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة. لماذا سموا بالجماعة؟ لأن من سماتهم أنهم لا يتفرقون بل يكونون جماعة واحدة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على أن الاعتصام بالكتاب والسنة ضمانة من التفرق والاختلاف. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فثمرة التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع وعدم التفرق، لأن المصدر واحد ومعصوم، المصدر واحد، وأما أهل الضلال فمصادرهم كثيرة، وأيضا المصدر معصوم من الخطأ وهو كلام الله كلام رسوله، أما المصادر الأخرى فإنها عرضة للخطأ، بل خطأها أكثر من صوابها، أنها غير معصومة، الآراء البشرية والأفكار البشرية غير معصومة، بل هي إلى الخطأ أقرب منها إلى الصواب، ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا وأفكارنا ولا إلى قول فلان وعلان، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربي ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، فميزتهم الاجتماع، وأن كلمتهم تكون واحد، يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله، وينهون النزاع إذا حصل بينهم الرجوع إلى كتاب الله، ويجتمعون على إمامهم ويسمعون ويطيعون لإمامهم وولي أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن النصيحة له طاعته في غير معصية الله، طاعته في غير المعصية، هذا من النصيحة له، أما معصيته فهذا من الغش والخيانة. فهذه سمة أهل السنة والجماعة، أنهم يجتمعون في آرائهم ويجتمعون في عباداتهم وعقائدهم، ويجتمعون في دولتهم ومملكتهم على إمام واحد يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أما أهل الفرق والأهواء فهم على العكس، يتبعون آراءهم ويتبعون معظميهم ورؤساءهم ويتفرقون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من تمام الفتنة، أنهم كل واحد فرح بما هو عليه ويرى أن ما عليه هو الصواب والحق، وأن الناس كلهم ضلال وكفار، كل حزب
بما لديهم فرحون. أما أهل الحق فهم لا يعتمدون على آرائهم ولا على أفكارهم ولا على اجتهاداتهم، وإنما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن معه الصواب رجعوا إليه وصاروا معه، لذلك صاروا أهل الجماعة. من سماتهم الاجتماع على الحق وعدم التفرق، وأنهم أمة واحدة كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا اجتماع للكلمة ولا اجتماع للرعية إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المصدر والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل الاجتماع والقناعة التامة وانحسم النزاع. أما إذا كان المرجع الآراء والأقوال والاجتهادات حصل الاختلاف والتفرق والتشتت، وبالتالي التناحر والقتال والخوف وعدم الأمن، وتزعزع المجتمع بهذه الفرق وهذه المناهج البشرية المحدثة. هذه من سمات أهل السنة أنهم يكونون جماعة واحدة، ولهذا سموا بالجماعة فرقاً بينهم وبين الطوائف المنحرفة، فإنهم لا جماعة لهم ولا اجتماع عندهم، بل كل حزب بما لديهم فرحون. شيع كما قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تشيعون بعضهم البعض، كل طائفة تتشيع لإمامها ورئيسها. أما المسلمون فإن مرجعهم واحد وإمامهم واحد ودينهم واحد، ولذلك صاروا جماعة متماسكة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. نعم. وصلوا على الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وهذا حاصل. الجماعة هي الاجتماع وهذا حاصل لأهل السنة، فإنهم يجتمعون ولله الحمد ولا يتفرقون. نعم. وضدها الفرقة. ضد الجماعة الفرقة، وهذه تحصل لأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الكتاب والسنة. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. الجماعة في اللغة المراد به الناس المجتمعين، لكن المراد به شرعا هو هذا، المراد به شرعا هو الاجتماع على الكتاب والسنة، حتى ولو كان المتمسك بهما قليلين فإنهم جماعة. من كان على السنة فإنه جماعة ولو كان وحده، فالجماعة من كان على الكتاب والسنة ولو كان العدد قليلا. أما أهل الباطل وإن كان سوادهم كثيرا إلا أنهم متفرقون، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كانوا قليلين، وأما الكثرة التي على غير حق فإن هذه لا تسمى جماعة شرعا، لا تسمى جماعة شرعا، بل تسمى أحزابا وفرقا وشيعا، وإنما هذا اللفظ الشريف الجماعة يطلق على أهل السنة فقط. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لما ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة، ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع الذي يبدأ من الصحابة إلى آخر هذه الأمة، الإجماع. والمراد بالإجماع كما عرفه الأصوليون هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي، اتفاق علماء العصر على حكم شرعي. فإذا اتفق رأي العلماء في عصر واحد على حكم شرعي صار ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته،
قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا فيه تحذير من خرق الإجماع واتباع غير سبيل المؤمنين، فما كان عليه المؤمنون فهو الذي يجب اتباعه. إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا دليل من السنة يؤخذ بالإجماع بما كان عليه المؤمنون واتباع غير سبيل المؤمنين، فما كان عليه المؤمنون فهو الذي يجب اتباعه. إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا دليل من السنة يؤخذ بالإجماع بما كان عليه المؤمنون، لأن إجماعهم دليل على وجود النص من الكتاب والسنة وإن خفي. فالإجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنة وإن خفي علينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع دليل قطعي، إذا ثبت الإجماع فهو دليل قطعي، لكن يأتي بعد الكتاب وبعد السنة النبوية. هذه أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: أولاً القرآن، ثانياً السنة، ثالثاً الإجماع. وهناك أصل رابع مختلف فيه وهو القياس، وكذلك قول الصحابي، وكذلك الاستحسان والمصالح المرسلة. كل هذه أصول مختلف فيها، لكن الأصول المتفق عليها هي هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي على الترتيب: الأول فالأول. نعم. فقولهم اتفاق علماء العصر يخرج اتفاق الجهال، المقصود اتفاق العلماء الذين لهم حق الاجتهاد لتوفر الشروط فيهم. أما اجتماع العوام أو إجماع العوام أو المتعالمين أو المتعلمين الذين لم يتمكنوا من العلم فهذا ليس إجماعا، حتى لو اجتمعوا ولو أجمعوا ما يعد إجماعا، لأن أهله ليسوا من أهل الإجماع، العوام والمتعلمين المبتدئين والمتعالمين الذين يزعمون أنهم علماء وليسوا علماء، هؤلاء لا عبرة بقولهم، إنما المقصود قول العلماء الذين يسمون علماء بحق. اجتماع إجماع علماء، اتفاق علماء الأمة على في عصر من العصور على حكم شرعي، يخرج الإجماع على حكم غير شرعي، هذا لا يسمى إجماعا. كما لو اجتمع الناس أجمع الناس على عادات يمشون عليها، عادات يمشون عليها ليست من الدين، أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك، هذه ليست من أمور الدين، هذه من العادات، هذه من أمور العادات ليست من أمور الدين، فلا تسمى إجماعا. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم. الأصول ثلاثة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع. وعرفتم ما هو الإجماع. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. فإذا قال أحد قولا فإنه يعرض على هذه الأصول، هل له دليل من القرآن على الرأس والعين؟ هل له دليل من السنة على الرأس والعين؟ هل له دليل من الإجماع على الرأس والعين؟ أما إذا لم يكن له دليل من هذه الأصول فإنه يرد على صاحبه، يرد على صاحبه ولا يقبل. هذا في الأقوال، الأقوال في الأحكام الشرعية، اللي يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع نقول هات تعال هذا الكتاب، عندك دليل؟ ما عنده دليل. طيب السنة عندك دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا.
طيب الإجماع عندك دليل من الإجماع على هذا القول اللي تقوله؟ لا قلنا أجل رأيك هذا خله برأسك لا تطلعه للناس وننصحك بأنك ما تستمر عليه لأنه قول مخترع ما له دليل وليس له نسب مثل اللقيط اللي ما له نسب. أما وكذلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله إذا واحد فعل عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله نقول له تعال وش دليلك على هذه العبادة التي أنت تفعلها من الكتاب على الرأس والعين من السنة على الرأس والعين من الإجماع على الرأس والعين ومقبول ما عندك دليل من هذه الثلاثة نقول هذه بدعة مردودة عليك. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة والجماعة عندهم هالميزان الكتاب أولا ثم السنة ثم إجماع أهل العلم وما عدا ذلك فإنه قابل للخطأ والصواب. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. ظاهرة مثل الأقوال والأفعال الظاهرة وأما الباطنة فهو ما في القلوب من الاعتقادات العقائد التي في القلوب هذه تعرض على الكتاب والسنة. فإذا اعتقد إنسان شيئا يظن أنه من العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأي باب من أبواب العقيدة القلبية نقول له يعرض على الكتاب والسنة أو على الإجماع فما وافق فهو حق وما خالف فهو مردود. نعم. من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين أما الأشياء التي هي من باب العادات هذه ما يحتاج هذه الأصل فيها الإباحة اللباس المأكل المشرب المعاملات البيع الشراء الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه يكون حراما ما دام ما عندنا دليل على الأمور الدنيوية الصناعات الحرف البيع الشراء الأكل الشرب اللباس إلى غير ذلك أمرها واسع هذه الأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل يمنع منها من الكتاب أو من السنة ولا في الأصل في العادات والأمور الدنيوية ومصالح الناس والمنافع الأصل فيها الإباحة ولله الحمد ما لم يمنع منها دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع علماء المسلمين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. لما ذكر الشيخ الإجماع قال الإجماع ينقسم إلى قسمين إجماع منضبط قطعي متيقن وإجماع ظني. الإجماع القطعي الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة في المدينة لأن البلد محصور والعلماء معروفون وإذا لم يختلفوا في هذا الأمر فهذا إجماع قطعي. أما بعد أن حصلت الفتوح في المشارق والمغارب وتفرق العلماء في البلدان في المشرق والمغرب وتباعدت المسافات بينهم فإن الإجماع الذي يذكر لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنيا لأنه لا يمكن الإحاطة بأقوال الناس في مشارق الأرض ومغاربها. يوم كان في المدينة يمكن الإحاطة لكن لما تفرقوا في المشارق والمغارب لا يمكن الإحاطة بأقوالهم لعلهم يختلفون وحنا ما أدرينا. وكذلك لا يمكن الإحاطة بأنهم اتفقوا على هذا الشيء ورضوا به قد يكون بعضهم مخالفا في هذا الأمر ولا يراه فلا ينضبط هذا فلذلك صار الإجماع ظني وليس قطعيا. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
أولا في السلف الصالح يوم كانوا في المدينة والخلاف قليل، لكن بعدهم كثر الخلاف وكثرت الفرق المختلفة وانتشرت الأمة بعد أن كانت في بلد واحد أو في بلدين في مكة والمدينة، حجاز كان المكة والمدينة متقاربتين، لكن لما فتحت البلاد بلاد فارس بلاد الروم وصارت الأمصار بيد المسلمين، مصر والشام والعراق والمشرق كله بلاد فارس كلها على ساعتها، صارت مملكة المسلمين لا تغيب عنها الشمس في ساعتها، حينئذ ما يمكن ضبط الإجماع لأن الخلاف سهيل والناس متفرقون، العلماء يعني العلماء متفرقون في البلاد، فلا يمكن ضبط اتفاقهم أو اختلافهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم التبرك والتمسك بالصالحين وبقبورهم وبالأشجار والأحجار، لا بقصد أنها تنفع وتضر من دون الله، ولا بقصد عبادتها من دون الله، وإنما بزعمهم يقولون هذه مباركة من عند الله عز وجل، ونحن بالتمسك نطلب البركة. آمن بيان حكم ذلك، هل هو شرك أصغر أو أكبر؟ الله جل وعلا ذكر أن التبرك بالمخلوقات بالأشجار والأحجار أنه شرك، كما ذكر الله في قصة بني إسرائيل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فدل على أن التبرك بالشجر والحجر اتخاذه آلهة، طلب البركة من الحجر والشجر هذا معنى الآلهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر بعد فتح مكة، خرجوا معه إلى غزوة حنين، مروا على قوم من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، دلت الآية والحديث على أن التبرك شرك. أما أنك تقول هل هو أكبر ولا أصغر فلا يحتاج إلى السؤال هذا، نقول شرك وبس كما جاء في القرآن والسنة. لكن بعض العلماء يقول إن كان يعتقد حصول البركة من هذه الأشجار والأحجار والقبور فهذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أن حصول البركة من الله وإنما يظن أن هذه القبور وهذه الأشجار هي سبب فقط فهذا شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكن ترك التفصيل هذا والقول بأنها شرك هذا هو الأسلم وهو الأليق. نعم، لأن كذا فصلت تهاون الناس في هذا الأمر. نعم، فقل هذا شرك كما في الآية وكما في الحديث واترك هالتفصيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعلق بأسدار الكعبة والدعاء مشروع أو هو بدعة؟ وهل التعلق بالحطيم مشروع؟ كل هذا بدعة ما ثبت فيه دليل. نعم، الالتزام هو أن الإنسان يأتي إلى ما بين الركن الأسود والباب
ويلصق نفسه بالكعبة ويدعو، هذا ورد عن بعض السلف، ورد فيه حديث أظن عند أبي داود وغيره، فمن عمله لا يشدد عليه النكير. أما اللي يتعلق بالكعبة من جهات أخرى، من جهة الحجر أو من جهة الغرب أو بين الركنين اليمانيين، هذا لم يرد به دليل. الكعبة إنما هي بيت الله يطاف بها وتستقبل في الصلاة، هذا المشروع لنا. نعم نعم، ما هو سنة ثابتة، ما هو سنة ثابتة. نعم، وروي في شيء لكنه نعم. شيخ حفظكم الله، ذكرتم حفظكم الله بأن هناك مصادر أخرى للشريعة، منها الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة. ما هو مصادر للشريعة؟ ما يقال مصادر للشريعة، يقال أدلة، أدلة أصول، أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذا متفق عليه لا خلاف. أصول مختلف فيها، أولها القياس والاستحسان وقول الصحابي واستصحاب الحال، كل هذه أدلة مختلف فيها. نعم، فليس للسنة إلا مصدر، ليس للشريعة، ليس للشريعة إلا مصدران، الكتاب والسنة. وأما الإجماع فهو دليل على وجود دليل من الكتاب والسنة، إذ لا يجمعون إلا وعندهم دليل، فقد يخفى علينا. والقياس إنما هو قياس فرع على أصل ثابت بالكتاب أو السنة، وكذلك قول الصحابي، لأن الصحابي أدرى بالكتاب والسنة من غيره، فكلها ترجع إلى الكتاب والسنة، فالمصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة، وبقية الأصول هذه ترجع إلى هذين الأصلين. نعم، وهل العرف يعد من هذه الأدلة وما هو تعريفه؟ العرف أحيانا يستدل به، لأن الله أحال على العرف، أحال على العرف في بعض القضايا، قال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس في مثل هذا الأمر. العرف أحيانا يؤخذ به ويعتمد في الأمور التي ليس فيها نص ولا تقدير من الشرع، أمور النفقات، نفقة على الزوجة، النفقة على الأقارب، النفقة على المرضعة، هذه يرجع فيها إلى ما تعارف الناس، إلى ما تعارف الناس عليه. نعم، لأن هذا يختلف باختلاف الناس واختلاف العصور، فيرجع إلى عرف الناس في هذا ويؤخذ به. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رأي الجمهور يسمى إجماعا؟ لا، رأي الجمهور ما يسمى إجماعا، وإنما يسمى رأي الجمهور فقط. ولهذا الأئمة الأربعة ما يقال أجمعوا، يقال اتفقوا، اتفق الأئمة الأربعة على كذا وكذا، ولا يقال أجمعوا، الاتفاق غير الإجماع. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإجماع هو إجماع علماء العصر على حكم شرعي، فمثلا بعض الفتاوى التي تصدر من دار الإفتاء المملكة مثل أنواع التأمين ونقل الأعضاء فقد أجمعوا بالجواز، وعندما سألت أحد العلماء قال هذا حرام وهذا لا يجوز ولو صدرت الفتوى، فأيهما نحن؟ أنت اللي غلطان، دار الإفتاء ما أفتت بجواز التأمين، التأمين حرام، فتواها على التحريم، وكذلك نقل الأعضاء ما أجمعوا على، أفتوا في مسائل خاصة فقط، ما هو نقل الأعضاء عموما في كل شيء، وهذا ما يسمى إجماع، حتى لو أن دار الإفتاء أصدرت فتوى فلا يقال هذا إجماع، لكن يقال هذا رأي أهل الفتوى، هذا رأي أهل الفتوى في البلد. أما الإجماع لابد من علماء المسلمين كلهم على هذا الحكم. نعم، فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تعتبر آراء المجمعات الفقهية الموجودة الآن في العالم الإسلامي إجماعا؟ لا، كذلك لا تعتبر، مثل دار الإفتاء لا تعتبر إجماعا، وإنما يستأنس بها، يستأنس بها اتفاق أعضاء المجمع أو أعضاء الإفتاء على هذا الشيء، يعطيه قوة
ويستأنس به. والعمدة الدليل، إذا كان معهم دليل واضح فالعمدة هو الدليل. نعم. وما هي أهم الكتب التي تحدد الإجماع؟ اللي قصده الكتب التي تبين المسائل المجمع عليها، أو قصده الكتب اللي تفسر الإجماع وتشرحه؟ الكتب اللي تفسر الإجماع وتشرحه كتب الأصول. إذا أردت تعرف معنى الإجماع وتعريفه وشرحه تراجع كتب الأصول. أما إذا أردت تعرف المسائل المجمع عليها فهناك كتب متخصصة بمثابة موسوعات للإجماع، مثل الإجماع لابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، وكذلك في موسوعة عصرية نقل فيها صاحبها ما وجد في الكتب من المسائل التي ادعي الإجماع فيها. وعلى كل حال الإجماع لا يحاط مثلا بمسائله، لكن حسب الإمكان. ويقولون إن ابن المنذر رحمه الله أيضا يتساهل في حكاية الإجماع، فما كل ما ذكره يكون موافقا على أنه إجماع، حتى قال بعضهم إنه إذا رأى قول الأكثر قال هذا إجماع. لا خبزوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن الحصول على إجماع علماء عصر الماضي أو الحاضر استقراء كتبهم لمعرفة آرائهم في المسائل؟ ممكن إذا ضبطت كتبهم أنك تحصل على اجتماع آرائهم، لكن لا تقول هذا إجماع، لأن الإجماع معناه أنك تتابع آراء العلماء في الدنيا كلها، هذا صعب. لكن إذا وجدت جملة من أقوال العلماء وجدتها متفقة تقول اتفق هؤلاء على كذا وكذا، ولا تقول أجمعوا على كذا وكذا، لأن الإجماع صعب، لازم تحيط بأقوال العلماء في الدنيا كلها، ولا يبقى عالم، أنت ما تحيط بالعلماء في كل الدنيا. نعم. لكن تقول هذه آراء الموجودين وهي تعتبر اتفاق، ما تعتبر إجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في بعض أصحاب المحلات التجارية حينما يقوم أحدهم لافتتاح محل له يقوم بإحضار بعض الصالحين لزيارة محله أو متجره لغرض الدعاء وحصول البركة؟ ما يصلح هذا، يفتح باب شر، يفتح محله ويتوكل على الله بدون أنه يجيب واحد يبرك له، يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعمل الصدق في معاملاته وينجح بإذن الله. استعمل الصدق وعدم الغش والخيانة، إذا كان يريد البركة ويريد الخير ويريد الرزق يستعمل الصدق ويتجنب الغش والكذب والخداع. نعم. حتى لو جاء واحد ودعا له وهو يكذب ويخدع ويغش ما ينفعه دعاء هذا الرجل. نعم. فضيلة الشيخ، بمناسبة كلامكم عن الجماعة، ما رأي فضيلتكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ وهل نخرج معهم علما أن هناك أناسا فساقا محتاجين لهم؟ لا أنصح بالخروج معهم، أولاً لأنهم متصوفة، أصحاب تصوف الذين أسسوا المذهب أو أسسوا المنهج في الباكستان متصوفة من غلاة الصوفية، وأيضاً أعمالهم يظهر عليها التصوف، حتى هنا يظهر عليها التصوف، فيها أشياء من أعمال الصوفية، وأيضاً هم جهال ليس عندهم من العلم شيء، بل يزهدون في تعلم العلم، وعندهم بعض البدع مثل التزام خروج 40 أو 4 أشهر، أو وعندهم المبادئ الستة اللي يسمونها الستة، الأصول الستة، هذه ما عليها دليل من الكتاب والسنة. فالحاصل أنه لا يجوز الخروج معهم، لا يجوز الخروج معهم، بل يجب تحذير منهم. والدعوة ولله الحمد في بلادنا واضحة، وعلى منهج سليم، وعلى عقيدة سليمة، وعلى علم، فما حاجتنا لجماعة التبليغ أو جماعة كذا أو كذا، ونترك ما نحن عليه، المنهج الذي نحن عليه ومتيقنون من صلاحيته، وأثبت صلاحيته ولله الحمد، أثبت صلاحيته من بداية القرن الثاني إلى الآن، وهو الحمد لله مستمر ناجح، وقامت عليه دولة،
قامت عليه دولة ترفل بالأمن والاستقرار والطمأنينة، فلماذا نترك هذا المنهج وهذه الطريقة السنية الصحيحة ونروح نعتنق مناهج أخرى مشبوهة ما ندري عنها ولا نعرف أهلها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يزور الآثار التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فيها أو صلى فيها أو كانت تلك الأماكن موقع غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنما نزور تلك الأماكن لا للتعبد بل للاطلاع والتذكر؟ هذا نفس التعبد، التذكر هذا تعبد، فلا يجوز الارتباط بهذه الآثار واعتماد زيارتها والدعوة إلى الذهاب إليها، لأن هذا يروج هذه البدعة ويفتح الباب للشر، فلا تزار هذه الأماكن. لكن من مر بها من غير قصد، من مر بها في طريقه وأراد يشرف عليها، ما في مانع للاعتبار. أما أنه يقصدها ويسافر إليها فهذا لا يجوز. التذكر عبادة، إذا راح يريد التذكر هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا في طريقهم إلى تبوك أو إلى خيبر، مروا بديار ثمود، قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه، وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم ومر بها بسرعة. لا يجوز مثلا زيارة هذه الآثار، لأن التعلق بها وتعظيمها عند الناس والسفر إليها وعمل دعايات لها يحولها إلى أوثان في المستقبل، ولو كان هذا الجيل على بصيرة ولا، لكن أولا ما هم معصومين، يمكن يقعون في الشرك، وثانيا يأتي بعدهم جيل جهال فيعتقدون أن هذه الآثار ما اعتني بها إلا لأن فيها النفع والضرر وفيها كذا وكذا فيعتقدون به، فلا يفتح باب الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح استبدال لفظ أهل السنة والجماعة لمنهج السلف أو طريقة السلف لإخراج أقوام أدخلوا أنفسهم في أهل السنة والجماعة كالأشعرية والماتريدية؟ تقول طريقة أهل السنة والجماعة أو مذهب أهل السنة والجماعة، تجمع بين الأمرين، الطريقة والمذهب والسنة والجماعة. إذا قلت السلف فقط معناه أن الذي جاءوا بعدهم ممن اقتدى بهم لا يدخلون فيهم، فأنت وسع الناحية وقل أهل السنة والجماعة من أجل يشمل الأولين والآخرين، الأولين الذين كانوا هم الأصل ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم كلهم يسمون أهل السنة والجماعة. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فكل من سار على نهجهم فهو منهم، بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة في أي وقت أو في أي مكان، أو خاص بالسلف، لكن السلف هم القدوة وهم الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق لقب خامس الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعدم إطلاقه على معاوية رضي الله عنه، أم يقتصر على لقب الخليفة فقط على عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه خليفة عادل وتقي وأحبه الناس لإيمانه وصدقه رضي الله عنه وورعه، لكن ما يلحق بالخلفاء الراشدين بل ولا يلحق بالصحابة. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، يعني معاوية صحابي ولا أحد يلحق بالصحابة، وعمر بن عبد العزيز جاء من بعدهم وهو رجل صالح وزاهد وتقي وعادل وعابد، لا شك في ذلك، لكن مهما كان لا يلحق بالصحابة، لا يلحق بالصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لعلماء العصر أن يخالفوا إجماعات العصور السابقة وخاصة إجماع الظهور المفضلة؟ وإذا كان الجواب بلا فمعنى هذا أن إجماعهم ينصرف فيما ليس فيه إجماع سابق.
أي نعم، ما فيه إجماع سابق لا يجوز خرقه، بل يجب الاستدلال به. أما المسائل التي لم يسبق فيها إجماع فلعلماء العصر أن يجتهدوا فيها، فإذا اتفقوا قيل أجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم بإجماع. المسائل اللي ما سبق فيها إجماع، مسائل مستجدة حادثة يجتهدون فيها، فإذا اجتمع علماء المسلمين في الأقطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الإجماع قطعي وظني، فهل الظني ملزم كالقطعي؟ نعم، وإن كان ظنيا فيجب العمل به، يجب العمل به إلا إذا ظهر مخالف. ما دام ما ظهر مخالف فالظاهر أنهم مجمعون، ما دام أنه لم يظهر مخالف فالظاهر أنهم مجمعون، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، لكن ما يقال هذا قطعي. نعم. نعم. ما أسمع. من حيث الواقع، من حيث الواقع فقط، أما من حيث الاستدلال لا شك أنه يستدل بالإجماع حتى ولو كان ظنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب ابن عبد البر في الإجماع؟ جيد. ابن عبد البر إمام جليل حافظ من حفاظ الدنيا رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أنكر القياس أحد من أهل السنة والجماعة أم أن الذين أنكروه من الفرق الأخرى؟ الذين اشتهر عنهم إنكار القياس الظاهرية، الظاهرية هم الذين شهر عنهم إنكار القياس. بعض قد يتبعهم بعض العلماء من المذاهب الأربعة، قد يتبعهم في بعض المسائل، في بعض المسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون ما يحصل في كثير من مساجد المسلمين وبخاصة الحرمين في هذا الزمان من الحرص على الذهاب والحضور في ليلة 27 أو 29 من شهر رمضان في كل عام، وذلك لحضور الختمة حتى إنه وذلك لحضور ختمة القرآن حتى من لا يصلون التراويح لما يحصل من دعاء بعد ختم القرآن واجتماع المصلين على هذه الحالة حتى صار عرفا عند كثير من الناس، فهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ وهل دعاء ختم القرآن وما يحصل فيه من تطويل للدعاء والحرص على ذلك والمتابعة، هل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء ختم القرآن ليس فيه يعني على هذه الصفة في الصلاة، ما في دليل واضح من السنة، لكن عمل السلف كان في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان يصلي خلف الإمام وهو يدعو والإمام أحمد يؤمن على دعائه بعد ختم القرآن ويقول أدركت على هذا، أدركت على هذا من أدركت من أهل الحجاز وأهل، يقول الإمام أحمد كما في كتاب المغني نقلا عن الإمام أحمد، فهو من عمل السلف أو من عمل بعض السلف، فلا ينكر الإنكار، ما ينكر، لكن المبالغة في الختمة وتطويلها هذا هو الذي لا يقر، تطويل مشقة على الناس هذا لا يقر، بل يدعى بدعوات مختصرة جامعة ما تشق على الناس، هذا هو المطلوب. وأما السفر لقصد الختمة هذا لا دليل عليه، يكون بدعة. أما إذا سافر لأجل العمرة، العمرة مشروعة مستحبة في رمضان أفضل، السفر للعمرة قصد العمرة طيب ومشروع في فضل، أما السفر من أجل الختمة فقط هذا في نظري أنه بدعة. ومع كون الختمة مشروعة أو لا ينكر من على من فعلها لوجود النقل فيها عن السلف في القرون المفضلة، مع هذا التزاحم في المسجد الحرام وحتى العمرة في ليلة 27 مع أن العمرة مشروعة مستحبة، لكن تخصيص ليلة 27 في الزحام والخطر أو أن الإنسان يضيع عمله في يكون إمام مسجد ويروح يخلي مسجده من أجل حضر العمرة والختمة في 27، هذا تكلف لا دليل عليه، بقاؤه في بلده يصلي ويتهجد وإن كان إمام يقوم بالإمامة هذا أفضل من سفره للعمرة. فكيف إذا حصل في العمرة محاذير من الزحام والخطر
كثير من المسائل تأتي يقولون إننا أحرمنا ولما جينا ما حصل نطوف ولا نسعى، لبسنا ثيابنا ورجعنا وهولنا عن العمرة. أنت غلط من سفرك أولا والحالة هذه، ثانيا تركك العمرة بعد ما أحرمت بها هذا غلط كبير. لا يجوز رفض العمرة ورفض النسك بعد الإحرام به، لا بد من أدائه، ولكن تنتظر حتى تزول الزحمة. ما خاص بليلة 27، اصبر إلى ليلة 29، إلى ليلة 30، إلى دخول شوال، وأدي العمرة. تبقى بإحرامك لما يتوسع المكان وتأدي العمرة، أما أنك ترفضها هذا حرام. قال تعالى وأتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بهما وجب عليه إتمامهما ولو كان في الأصل مستحبين. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.